السلام عليكم، صباح الخير. دولة الرئيس فؤاد السنيورة ممثلا دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، أصحاب السعادة والمعالي، الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى اتحاد المصارف العربية على دعوته الكريمة لنا كأمم متحدة للمشاركة في هذا المؤتمر، وأنتهز هذه الفرصة لكي أثني على الإسهامات القيمة التي يقدمها هذا الصرح من أجل التأكيد على أهمية الاستدامة كعنصر أساسي للمسار التنموي، وعلى وضع تمويل التنمية في صدارة القضايا والمساعي الرامية لتحقيق هذه التنمية المستدامة في المنطقة العربية. سيدات والسادة، ليس محض الصدفة أن تجتمع الإرادة العربية عام 1973 على تعزيز العمل العربي المشترك، وأن يتشلى ذلك في تأسيس اتحاد المصارف العربية، وأن تجتمع ذات الإرادة مرة أخرى تحت مظلة الأمم المتحدة لتأسيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا في ذات العام، ونحن اليوم نحتفل بمرور 45 عاماً على تأسيسهما. فقد حملت هذه الفترة سجلاً واسعاً من الإنجازات نفتخر بها، وتخللها في ذات الوقت أيضاً تحديات لا زالت تعيق ما نصب إليه جميعاً من رخاء واستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية تنعكس على المنطقة العربية. لقد اجتمعنا في مثل هذا الشهر من العام الماضي لبحث المحاور المختلفة للإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية، واليوم نجتمع لمواصلة النقاش حول أحد ركائز منظومة التمويل الدولية المتمثلة في الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص. الحضور الكريم، تؤكد خطة عمل أجندة 2030 على أهمية تضافر الجهود من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني وأكاديمي وسائر الشركاء من أجل إنجاح العملية التنموية المنشودة وجعلها مستدامة. كما تؤكد أيضاً هذه الأجندة على ضرورة تكامل مصادر التمويل من أجل تنفيذها، فإن التنمية المستدامة الشاملة والعادلة تصبح واقعاً بقدر ما تكون المجتمعات قادرة على إرساء شراكات عضوية بين القطاع العام والقطاع الخاص ومصادر التمويل الجديدة المبتكرة. ولقد وضع الإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية آليات لحفز القطاع الخاص والمبادرات التعاونية والتمويل المبتكر Innovative Finance أو Crowdfunding، بالإضافة إلى المصادر الأخرى، المصارف التنموية والتعاون الدولي والمؤسسات الخيرية Philanthropy الذي لها دور أساسي في هذا المنطلق، لكي يتحمل كل قطاع مسؤولياته المجتمعية من أجل تجاوز تحديات التمويل المتشعبة، عجز الميزانية وتقليص الدين المحلي والخارجي وتوسيع الحيز المالي، وتوسيع أيضاً أفاق المعرفة، زيادة الإنتاجية والتشغيل والابتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية الاجتماعية والبيئية وبلوغ أهدافها 17. سيدات والسادة، يحتفظ الاستثمار الخاص بمقومات هائلة تنعكس في حجم التدفقات المالية والاستثمارات الخاصة التي تواصل الخروج من المنطقة، حيث تشير تقديرات الأسكوا أن لكل دولار أمريكي جذبته المنطقة خرج منها مقابلها دولار و88 سنت، أي 1.8 دولار أمريكي، في صورة استثمارات عربية خاصة، وذلك بالإضافة إلى 230 مليار دولار صافي الأصول والإيداعات العربية في المصارف الأجنبية. يحمل هذا الوضع دلالات عدة، أهمها أن الأموال الخاصة التي تواصل الخروج من المنطقة تعد بمثابة تكلفة الفرصة البديلة لتمويل التنمية المستدامة عربية. على ضوء ما تقدم، ثمة رسائل حيوية تحملها الأسكوا اليوم لتضعها تحت تصرف هذا المحفل الموقر، ليتخذ
ما يراه مناسبا بشأنها، فلن نتجاوز التحديات إلا عبر التوصل إلى قاسم أدنى مشترك لواقع الأمور. الرسائل الحيوية هي الآتية: إن توافر البيئة التشريعية لتحفيز القطاع الخاص ضرورة بقدر أهمية العمل على تغيير النهج القائم على خصخصة المنافع وتعميم المخاطر privatizing benefits while socializing the costs. ثانياً، عندما نتحدث عن القطاع الخاص في المنطقة نحن نتحدث عن منشآت صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر التي تشكل أكثر من 90% من النشاط الخاص في المنطقة، ويظل الشاغل الرئيسي لها هو استمرار نشاطها والربحية، وهذا دون شك حق مشروع. فالمطلوب إذن هو خلق نوع من التوازن بين الربحية من جهة وبين خدمة المجتمع من جهات أخرى، وهنا تكمن مساحة العمل لسياسات الاستدامة. ثمة توافق تقوده 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة، مؤداه أن الشراكات العامة الخاصة public-private partnerships تحمل فرصاً وتحديات متشابكة، ولا يوجد نموذج مطلق يمكن اعتماده أو معيار وحيد يسري على جميع الدول والقطاعات في كل الظروف. أخيراً، من هذا المنطلق طرحت الإسكوا حزمة من المقترحات لإنجاح هذه الشراكات، ومن بينها إنشاء مرصد إقليمي Public-Private Partnership Observatory، أي مرصد إقليمي للشركات الخاصة والعامة، وتخصيص نصيب من المحافظ الائتمانية للمصارف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص أيضاً موارد كافية لمشاريع صديقة للبيئة، وإيجاد آليات لتفعيل التمويل الجماعي crowdfunding، وتوسيع دائرة تمويل المخاطر، وذلك ضمن إطار متكامل من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية لإرساء مجال الأمن للاقتصاد الحيوي العربي، والذي يظل تجسيده على الأرض مقروناً بقدراتنا على الانتقال من التحليل إلى التنفيذ والمبادرة الجماعية. ختاماً، أشكر أجدد شكري على دعوتكم الكريمة، متمنياً نتائج مثمرة بمستوى التوقعات المنتظرة من هذا الحشد من الخبراء رفيعي المستوى بغزارة معارفهم وعظيم خبراتهم. شكراً لكم جميعاً.